تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة في هذا البرنامج نفتح الأبواب على مصراعيها أمامكم مستمعينا لاستقبال آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم عن القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام، وعن منشآتنا في هيئة الصحة بدبي بشكل خاص. وأيضا من خلال هذا البرنامج نطرح مختلف الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. ومثل ما عودناكم دائما يعني هذا البرنامج في كل يوم ثلاثاء نفتح ملف طبي. ملفنا لهذه الحلقة بيكون عن التدخين، لكن قبل ذلك دعوني أرحب بمخرجنا في الاستوديو الأستاذ عيسى السبيل، وأيضا مع في التنسيق معنا الأخت أشواق مسعد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وأيضا مستمعينا أرقام التواصل معنا على الرقم 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006. عيسى يقول لي تكلم شوي، يقول لا الحلقة عندي اليوم إيقاع وايد سريع، أبغي أترك الفرصة لكم للتواصل معنا بشكل كبير من خلال هذه الحلقة، لأن ما نفتح ملف مهم جدا هو ملف التدخين. مثل ما عودناكم أيضا مستمعينا، أول شيء خلونا نأخذكم في جولة على أهم الأخبار اللي طالعتنا بها الصحف ووكالات الأنباء العالمية والمحلية. الخبر الأول يقول التدخين قد يمنع في شوارع روسيا. فادت صحيفة إزفيتسيا مع أني تدربت على الاسم الروسية، بأن رابطة الأمة السليمة دعت نواب مجلس الدوما الروسي إلى إقرار تعديل في القانون الخاص بالتدخين. تجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي يحظر عرض التدخين في الأفلام السينمائية وفي العروض العامة، ويمنع التدخين في الأماكن العامة بما في ذلك المقاهي والمطاعم ومؤسسات العمل وبالقرب من المدارس والمستشفيات ومواقف النقل العام، ويطالب أصحاب المبادرة بحظر التدخين بشكل كامل في الشوارع. وقال نائب رئيس الرابطة نيكولاي كونونوف إن المواطنين يشتكون من قيام الكبار في العائلة بالتدخين أمام الأطفال، لا يجوز التدخين في الأماكن العامة، ووجود أكثر من شخصين في المكان يجعله من الأماكن العامة. وتحظى المبادرة بتأييد بين أعضاء مجلس الدوما، وسيقوم الخبراء والنواب بصياغة هذه الفكرة في مبادرة تشريعية مع حلول يوم التخلي عن التدخين 17 نوفمبر تشرين الثاني. التدخين، الخبر الثاني يقول التدخين يزيد الرغبة في الانتحار. كشفت دراسة حديثة وخطيرة أن التدخين بالإضافة إلى الأضرار الهائلة التي يسببها لصحة المدخنين يشكل خطرا على الصحة النفسية ويزيد من حالات الإقبال على الانتحار. وحلل الخبراء حالات الانتحار داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفذ بقوة سياسة مكافحة التدخين في الفترة ما بين عامي 1990 حتى 2004 مقارنة بالولايات الأكثر تساهلا مع المدخنين. وجدت الدراسة أرقاما تؤكد أن الولايات التي طبقت إجراءات صارمة أكثر في مكافحة التدخين، مثل فرض ضرائب أعلى على السجائر، مكتوبة السكائر عندي تخيلوا، يعني في فرق بين السكائر والسجائر، المهم الحد من الأماكن التي يسمح فيها بالتدخين، انخفضت فيها معدلات الانتحار بشكل كبير مقارنة بتلك التي كانت أكثر تساهلا مع المدخنين. يقول ريتشارد كروكزا من فريق الدراسة لراديو جامعة واشنطن، مقابل كل دولار زيادة في الضرائب المفروضة على السجائر
كان هناك انخفاض 10% في مخاطر الانتحار، كما ارتبط الحد من الأماكن المسموح فيها بالتدخين مع انخفاض معدلات حالات الانتحار إلى حد كبير. أما الولايات التي كانت أكثر تساهلا في فرض الضرائب على السجائر وأكثر تراخيا مع التدخين في الأماكن العامة، زادت فيها معدلات الانتحار عن المعدل العام بنسبة 6%. لا تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تربط بين التدخين والانتحار، لكنها من الدراسات الأولى التي تثبت أن السجائر والنيكوتين من العوامل المباشرة المؤدية إليه. طبعا تحليل البيانات أثبت ارتفاع معدلات القلق والكحول وإدمان المخدرات ومرض انفصام الشخصية بشكل ملحوظ بين المدخنين في كل من التجارب العامة والسريرية، وبذلك لا يصبح التدخين مجرد دليل على الاضطرابات النفسية، إنما هو عامل يزيد فرص التعرض لمثل هذه الاضطرابات ويؤدي بالتالي إلى زيادة حالات الانتحار. هذين الخبرين نحن بدينا فيهم حلقتنا اليوم، وطبعا نحن نتحدث عن اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، فارتئينا نفتح هذا الملف. اليوم ببتدي الملف من الفقرة الأولى من خلال ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة حنان علي مبارك عبيد، طبيب استشاري قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا دكتورة أنت مسؤولة أعتقد عن عيادات الإقلاع عن التدخين. اليوم يعني موضوع جدا مهم، موضوع جدا يعني حساس. ليش؟ لأن الأضرار المترتبة على هذا السلوك أضرار وخيمة جدا، سواء على الفرد أو على العائلة أو على المجتمع أو حتى على الدولة ككل. يعني ففي البداية شو تبغين تقولين بهذه المناسبة؟ طبعا في البداية حابة أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا اليوم يعتبر 31 مايو من كل سنة يحتفل العالم كله ومنظمات الصحة العالمية والدول بشكل عام باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. فطبعا مثل ما نحن نعرف أن الإدمان على الطبق وإدمان على والتدخين يعتبر عامل من عوامل الاختطار، وهذا العامل المسبب للأمراض، سواء الأمراض الحادة أو الأمراض المزمنة بشكل عام. ومنظمات الصحة العالمية أثبتت في دراساتها أن هناك ارتفاع في تعاطي التبغ، حيث كانت سابقا يعني يعتبر حوالي 6 ملايين وفاة سنويا، والآن المتوقع إذا لم نعمل أي يعني برامج وقائية لهذا الشيء رح يزيد في 2030 إلى حوالي 1 مليار نسمة من الوفيات. فالموضوع جدا مهم، والتبغ يعتبر عامل رئيس للأمراض الأخرى، هذا بالإضافة مثل ما ذكرت للجوانب الاجتماعية والجوانب الاقتصادية التي ممكن يؤدي فيها التدخين. جميل. إذن مثل ما ذكرت الدكتورة، يودي التبغ كل عام بحياة 6 ملايين نسمة تقريبا، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600,000 من غير المدخنين المعرضين لدخانه. المدخنين السلبيين بالضبط. من ممكن مثل ما ذكرت أن هذا يزيد عبء الوفيات، يعني نوصل لعام 2030 لما يقارب 1 مليار وفاة يعني بسبب التدخين أو التعرض للتدخين. هذا الشيء الثاني اللي أحب أذكره، أن ما شاء الله أن دولة الإمارات هناك قانون أصدر من رئيس الدولة حفظه الله في 2009 لمكافحة التبغ. طبعا هذا القانون يدعم كل المبادرات في الدولة، سواء في دبي والإمارات الأخرى، وهناك قوانين تمنع من تعاطي الطبغ وتدخين في الأماكن العامة، في المدارس، في المستشفيات. جميل. طبعا بيع هذا التدخين أو السجائر للأشخاص أقل من 18 سنة، منع التدخين في السيارات خاصة في وجود الأطفال اللي هم أقل 12 سنة. طبعا أنا دكتورة باخذ تفاصيل هذه القوانين كلها والمزيد من المواضيع والمحاور اللي بطرحها عن التدخين بشكل عام، لأن ما أبغي أقول حق الناس لا تدخنون ولا التدخين يؤدي للسرطان وكذا وغيره، لا، نبغي نتحدث شوية من جانب آخر
من جوانب يعني للأمانة قد تساهم بشكل أو بآخر أن المدخن يقف بينه وبين نفسه، ممكن أنه يفكر هل يجب علي أن استمر في هذا الموضوع أم أني أتوقف. أيضا بتكون عندنا مداخلات ثانية من خلال سير البرنامج، سامحيني قاطعتك لأن بطلع فاصل قصير مستمعينا، لكن أتمنى منكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 لكل شخص حاب أن يقوم بأي مداخلة في هذا الموضوع. هذه من جهة. من جهة ثانية أيضا نبغي مسجاتكم وأيضا التفاعل من خلال الرقم 4006. التدخين بوابة المخدرات، أحمد المري يقول. أيضا في مسج شوية بعيد عن الموضوع مالنا عن التدخين، أنا بقراه بس أشواق أبغيك تأخذين الرقم وتخلينا عندك باكر ما نتصل في المستمعة. تقول السلام عليكم أم محمد، بخصوص جهاز السكر يوم صرت أبغي أستلم الدكتورة رفضت وقالت لا، وأنا عندي 2 من العيال عندهم السكر وفي اليوم الواحد بنت تسوي 15 مرة تقيس السكر. الحكومة ما حددت شروط هذا الجهاز يعطى لي التايب 1، والله دورت جهاز في الصيدليات ما حصلت، والله فرحنا يوم قالوا نزلوا جهاز لقياس السكر، شو لنا الحل؟ طيب أنا ما بتكلم في هذا الموضوع اليوم، بأجل لين باكر ممكن نحن أيضا نستضيف حد من السكري يعطينا بعد مرة ثانية الشروط، أو حد من إدارة الصيدلة، مع أن تكلمنا في هذا الموضوع سابقا. عموما موضوعنا اليوم عن التدخين، مداخلاتكم تهمنا، ففاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. ممكن نحكي بعد على التدخين؟ السيجارة مصيبة صغيرة بالحجم وكبيرة بالنتائج. عدوا معي: أمراض القلب، الرئة، تصلب الشرايين، السكتات الدماغية، تضرر الجلد، شيخوخة المبكرة، وبعد في كتير أمراض. وللأسف في ناس بتتجاهل التحذيرات الموجودة على علب السجاير، وهالمصيبة القصيرة بتأثر العمر. كل سيجارة بتدخنوها بتأثر حياتكم 14 دقيقة أو 14 ثانية، يعني مع كل علبة بنحرق من عمركم 4 ساعات و45 دقيقة. وبحسبة بسيطة متوسط عمر المدخن أقصر ب8 ل10 سنوات من غير المدخن. وما رح أحكيكم كطبيب أسنان شو بيعمل التدخين بأسنانكم، رح أحكيكم كزوج وكأب. إذا كنتوا بتدخنوا فاحتمال إصابة أزواجكم بسرطان الرئة هو 2 ل3 مرات أعلى من غير المدخنين. ما تكونوا خطر على أهلكم وأحبابكم ووقفوا التدخين. عساكم دوم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة أو في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. اليوم نفتح ملف التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ. معنا في الاستوديو الدكتورة حنان علي مبارك، طبيب استشاري بقطاع الرعاية الصحية الأولية ومدير عيادات التدخين في الهيئة. طبعا خلال هذه المقدمة اللي أنا قاعد أتكلم عنها الحين وأقدم الدكتورة، في شخص قضى نحبة بسبب التدخين، على حسب ما تقول منظمة الصحة العالمية يقضي شخص واحد نحبة كل 6 ثواني تقريبا من جراء التبغ، مما يمثل 10 وفيات البالغين. الجدير بالذكر أن نحو نصف من يتعاطون التبغ حاليا سيهلكون في آخر المطاف بسبب مرض له علاقة بالتبغ. يعيش أكثر من 80% من المدخنين البالغ عددهم 1 مليار شخص على الصعيد العالمي في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، حيث يبلغ عبء الاعتلالات الناجمة عن التبغ ذروته. يعني أنا أستغرب الآن شخص يعني دخله ضعيف، بدل ما يوفر هذه البيزات اللي قاعد يدفعها في التبغ ومشتقاته قاعد يصرفها على هلاكه. يعني في
في عندي وايد مسجات قاعدة تتكلم دكتورة، كيف الطريقة الأنسب لترك التدخين؟ وهل يوجد دواء للمساعدة عن الإقلاع من التدخين؟ هذا من براشد مرد عليه، لكن خليني أخذ هذه المداخلة كذلك من المستمع حكمة، أو المستمعة حكمة؟ لا، المستمع حكمة. المستمع السلام حكمة. عليكم. تفضل يا حكمة. عليك السلام ورحمة. كيفك يا غالي؟ شو الله أخبرك؟ يسعدك يا رب. صباح الدكتورة. أهلا وسهلا فيك. والله يا دكتورة صرت نحاول أكثر من مرة، أنا بدي وقف شهر، وقف 15 يوم، وقف 20 يوم، وبرجع، وبس أرجع أسوأ من الأول. كم سنة تقريبا دخل؟ أنا هلأ أنا ناوي عن جد، يعني عندي الدافع بس ما عم بقدر. حكمة كم سنة دخل؟ كم سنة دخل؟ والله ممكن شي 15-20 سنة. وشو نوعية التدخين؟ أنا عمري هلأ 45. وشو نوعية التدخين اللي دخنه؟ هل سيجارة؟ هل شيشة؟ سيجارة بس. لا، مني هيفي سموكر، يعني أنا يعني برمضان ما بقعد بسأل عنه، بس برجع. يعني أنا يعني ما عندي يعني الحافز اللي عم بيخليني عم برجع، ما بعرف ليش، يعني حابب وقت بس ما عم بلاقي يعني وسيلة أو شيء إلها تاني، يعني هي صارت عادي أكثر ما هي إدمان. أيوة. واضح. وكم سيجارة في اليوم تقريبا؟ يعني أمرار نص علبة، أمرار علبة، حسب ستريس، حسب التنشن. أمرار بكون شوي ستريس لأني بدخن أكثر، بس ما بتخطى العلبة أكيد. طبعا أهم شيء في العلاج الأساسي هو عزيمتك أنت للإقلاع عن التدخين، وأنا حسب ما فهمت من كلامك أنك أنت عندك العزيمة، بس يحتاج الحين الأشياء الثانية الداعمة لها. أيوة. طبعا الأشياء الداعمة لها، أول شيء لازم يكون عندك برنامج للإقلاع عن التدخين، ممكن تعمل لحالك، ممكن بمساعدة عيادات الإقلاع عن التدخين. طبعا نحن عندنا 3 عيادات، عندنا في مركز الطوار الصحي، في مركز البرشة، في مركز البدع الصحي، نقدر نساعدك بالبرنامج. البرنامج عبارة عن تقييم شامل لوضعك الصحي ومدى إدمانك. صح انك انت عباره عن قلت لي كم نص باكيت، بس بعد نبي نشوف مدى ادمانك، متى اكثر الاوقات انت يكون عندك الحافز انك تدخن، فرضا اول الصباح مع مثلا كافي او شيء في طريقه معينه. انا مدمن كوفي، انا ما بشرب كوفي. هي تتكلم دكتوره عن السلوكيات اللي يعني مصاحبه لعمليه التدخين. انا حكمه انا مخلينا على الهواء، تدري ليش؟ لأن هذا نموذج المستمعين ممكن يشاهدونه في أو يستمعون له في عملية التشخيص. أيوة. خلال عيادات التدخين هذه. هذا الكلام مهم، لأن تعرف التدخين عبارة عن إدمان وسلوك. الإدمان طبعا على مادة النيكوتين الموجودة في السجائر أو الشيشة أو المدواخ وتفر. السلوك هو يعني العادة، فهذا الشيئين معتمدين على بعض، مش انهم منفصلين. طبعا نحن في عيادات الإقلاع عن التدخين نشخصك، نشوف مدى ادمانك، هل ادمان متوسط، واطي او عالي. هذا الشيء. الشيء الثاني نوعية الادمان، هل انت مدمن على المادة نفسها كمادة نيكوتين؟ هل انت ادمانك على السلوك؟ هل نفسي انت مرتبط مع السيجارة هاي ارتباط نفسي معاها؟ في حب، في عشق، في عشق. احيانا يكون حتى عشق اكثر من الزوجة نفسها، فالموضوع مرتبط في بعض. فبعد ما نسوي هذا التقييم نعمل شوية فحوصات نطمن على حالتك الصحية، هل التدخين هذا اثر على القلب، اثر على الرئة، اثر على شو بالضبط. بعدين نسوي البرنامج. البرنامج عبارة عن في البداية طبعا انت صاحب البرنامج، احنا بس يعني داعمين لك، بتحدد اليوم اللي بتقلع فيه عن التدخين. فرضا لو قررنا مثلا في بداية رمضان انك تقلع، انا هيك مقرر ان شاء الله. أيوة. يعني انا مقرر في 1 رمضان ان شاء الله ما حدخن، وان شاء الله رمضان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما ارجع، لانه اكثر من مره صرت موقف وراجع، هيدي المشكله. إنزين، ففي طريقتين للاقلاع، اما الاقلاع المفاجئ اللي هو نحن نسميه كول تركي، يعني بس توقف على طول، فهذا اليوم توقف نهائي. إنزين، الطريقة الثانية اللي هو طريقة تدريجية، أنك أنت تبدأ من اليوم إلى تاريخ أول يوم من رمضان تقلل من عدد السجائر في اليوم،
اوكي هذا الطريقتين طبعا حسب الدراسات حسب الدراسات انه التوقف المفاجئ احسن بنسبه 22% التدريجي يعني 22% خلاص يعني نسبه نجاحها احسن في ايش دكتوره احسن في انه ما يرجع ولا احسن انه يطول الفتره وأنه يتعامل مع عوامل الانسحاب على طول يعني أنت على طول توقف يظهر عليك عوامل الانسحاب عوامل الانسحاب عبارة عن صداع عبارة عن توتر عبارة عن عدم قدرة على النوم يعني راح تتعرض لهالأشياء لأن نسبة النيكوتين راح تنزل في الجسم فبتتعامل معها طبعا إذا أنت مدمن عالي حسب تقييمنا نحن لازم نعطيك أدوية تساعدك أنك تتعامل مع هذه العوامل طبعا نحن اللي هم المتوسط والعالي نساعدهم بباتشات النيكوتين في حبوب جميل. أنا باخذ هذه التفاصيل كلها حكمة شكرا لك وبخبركم حتى على مواضيع التواصل مع العيادات كيف تتم لو سمحت بنعطيك الأرقام الخاصة البرشة أنا بكون كتير مبسوط إن شاء الله البرشة يوم الثلاثاء الصبح ربنا يقويكم يا رب يخليكم دعم لنا ولهالبلد الله يديم هالبلد علينا وعليكم يا رب والله يتوب عليك من التدخين إن شاء الله يا رب آمين يا رب والله شكرا بس نقطة أهم شيء الدعم العائلي والنفسي والأهل والأصدقاء يكونوا داعمين في هذه اللحظة صحيح طيب دكتورة التواصل مع مركز البرشة كيف يتم؟ يأخذون موعد مباشر يوم الثلاثاء الصبح مفتوحين في ووك إن نقدر نستقبل أي حالة على طول بس يوصل للمركز يقول لهم أبغي أروح عيادة التدخين يوصل هناك يوم الثلاثاء الصبح ويدخلون على العيادة هذه وفي بعد أرقام تواصل إذا حابين يأخذون موعد طبعا زين عطينا الأرقام هذه اللي هي مركز البرشة على 04-502-3300 أو 502-3300 502-3300 هذا أسهل إنزين هذا بالنسبة للبرشة بعطيكم باقي الأرقام بعدين طبعا في عندنا المفروض أن في عندنا مداخلة صح خبروني مروان إذن المهندس مروان عبد الله المحمد مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي حياك الله معانا باش مهندس أهلا وسهلا مرحبا يا أخي أنتوا عندكم في بلدية دبي برامج كثيرة وجميلة وأيضا مسؤولين عن تطبيق قانون يعني منع التدخين في إمارة دبي وكذلك شفت أنا حتى على البريد الإلكتروني في عندكم تواجد لأنشطة قادمة لمكافحة التبغ يعني من بين الشعار اللي خذتوه باش مهندس مروان أن اللهم صل على محمد كان غير حياتك أعتقد أو غيروا أنفسكم شيء شيء خلك واعي فخبرنا شو عندكم عن 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 التدخين وعن البرامج اللي تسوونها نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن في هذا اليوم 31 مايو من كل سنة طبعا بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين نسوي بعض البرامج التوعوية في يعني في مجملها على أساس يتم يعني توعية المدخنين بمضار التدخين وتكون فيها مثل ما تقول مشاركة مع الجهات الأخرى المهتمة في هذا الموضوع مثل دائرة هيئة الصحة مشكورين على هاي الجهود حقيقة موضوع التدخين اليوم صار في قانون اتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ صادر من سيدي صاحب سمو رئيس الدولة وأيضا لائحة التنفيذية صادرة من سيدي صاحب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد وفيه تفاصيل القانون الاتحادي نحن في إمارة دبي كجهة في بلدية دبي كجهة تنفيذية لتطبيق هذا القانون عملنا على خطة في موضوع تنظيم العملية هاي بدءا من محلات اللي هي نقدر نقول عليها الشيشة أو المقاهي أو المطاعم اللي تقدم الشيشة أو التدخين فيها
وألزمنا أصحابها بالالتزام بالمعايير اللي موجودة بالقانون والاشتراطات الموجودة في القانون. صحيح. على مدى تقريبا الحين سنتين نحن نقدر نقول أن ضبطنا تقريبا أكثر من 90 إلى 95% من المقاهي أو المطاعم اللي تقدم خدمة الشيشة في مسألة الفصل بين المدخنين وغير المدخنين بالنسبة للمطاعم، وأيضا بالنسبة للمقاهي اللي تقدم في الشيشة طبعا اشتراطات التهوية والمساحة والأماكن و تدخين في أماكن مثل ما تقول خارجية أو داخلية على حسب المناطق التخطيطية المسموح فيها التدخين. أيضا في مرحلة ثانية من تطبيق المشروع هذا دخلنا في موضوع المداويخ ومحلات بيع المداويخ والدوخات، وتطبيق القانون فيما يخص أن عدم بيع الدوخة اللوز اللي هي مفتوحة مثلا لازم تكون مسكرة وسيلت حسب المواصفات القياسية الإماراتية. وأيضا مشينا على الموضوع، والحين ياسين نتكلم في المرحلة الثالثة من المشروع اللي هي منافذ بيع السجائر اللي مثل ما تقول تباع فيها السجائر، وتطبيق الأنظمة المنظمة لها. تقريبا الموضوع طبعا واسع وكبير، يمكن ما نبغي نتكلم في تفاصيلها كثيرة إلا إذا أنتم حبيتوا تسألون بعض الأسئلة. على هذا نحن أيضا مفتشين إدارة الصحة والسلامة في بلدة دبي يقومون في عمليات جولاتهم التفتيشية اليومية مسائيا، لأن هاي الأماكن يعني المرتادين هيكونون أغلبهم في المساء، ونحن مفتشين يشتغلون من الساعة 7 لغاية الساعة 2 منتصف الليل بعد منتصف الليل في مسألة الرقابة وتطبيق النظام في هذا الموضوع. جميل. أنا بس يعني استفساري بسيط لملاحظة كنت أشوفها، يعني ياما كنت أدخن أنا، الحمد لله الله تعب علي من التدخين، وبخبرت عن تجربتي بعد دكتورة، وبخبركم عن تجربتي. لكن أستاذ مروان، يعني إذا ما بتكلم أنا عن هذه الملاحظة، أن لما تقعد في بعض المقاهي تشوف أسرة كاملة مع أطفالهم موجودين على طاولة، الطفل أحيانا حتى أطفال رضع يعني ماسك طفلها وياسة تشيش، يعني شغلة مقززة بالنسبة لي أنا أكثر من أن يعني أشوف أن هذا استغلال للطفولة وإجرام في حق هذا الطفل. فأنتوا نعم. كانت عندكم قوانين مشددة في هذا الموضوع؟ نعم، حقيقة الموضوع هذا كان ملاحظ في السنوات يعني السابقة، يعني نحن من سنة تخلصنا من هذا الموضوع. ممتاز. وهو فعلا نحن يوم نتكلم عن موضوع وجود تصرف يعني غير يعني صحيح، بأن أولياء أمور يدخلون أبنائهم في المقهى اللي هو فيه الدخان، وهذا كان ملاحظ. حقيقة الفترة الأخيرة نحن لو لاحظت أنت، أكيد أنت والمشاهدين والمستمعين الكرام يلاحظون هذا الشيء، نحن في خلال الشهرين الماضيين حطينا ملصقات بحجم باب كبير يعني 60 سنتي في هذا على جميع مقاهي ومطاعم دبي التي هي تقدم الشيشة. صحيح. وكان هذا الملصق يعني معبر بشكل مبتكر. صحيح. يتكلم عليه صورتين، صورة واحدة طفل حاط دي على عيونه وعلى وجهه، ويعني وكأنه يتكلم وفي عبارة تقول أن 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 أن, أن هذا يعني اختيارك وليس اختياري، يعني صحيح. ادخالك لي يا أبي مثلا إلى المقهى هذا اختيارك وما كان اختياري، لو كان بيدي ما كنت بدخل هذا المكان، لو كنت أعلم أن هذا مضر بالنسبة لي ما راح أدخل هذا المكان. صحيح. وأيضا صورة ملصق سيدة حامل الجنين في بطنها على شكل دخان، أيضا يتكلم بهذه الصيغة. جميل. حبينا نحن يعني نكون توعيتنا بشكل ملامس وملامس للمشاعر، أنه هذا الطفل لا يعلم مدى هذه الخطورة، زج به إلى هذا المكان غصبا عنه. أستاذ مروان، بالتالي نحن نعم نحن الله يسلمك متابعة موضوع عدم إدخال الأطفال ما دون 18 في المقاهي عندنا أولوية كبيرة تكاد تكون الحين يا أخوي. شو المخالفات اللي مترتبة على هذا الموضوع؟ وأيضا بالنسبة للمستمعين إذا شافوا مثل هذا المنظر كيف ممكن يساهمون في الحد منه؟ في أرقام للتواصل معكم؟ طبيعي. طبيعي. أنا بس عشان أطلع فاصل باختصار الله يخليك. نعم نحن طبعا حتى المرتادي المقاهي اللي هم يلسين في المقاهي إذا شافوا هذه يستاؤون فعلا، يتصلون على رقم 800 900
خط الاتصال المباشر بالبلدية. نعم، الغرامات طبعا كبيرة، في 10 و20 ألف، وتتضاعف للمرة الثالثة يتم إغلاق سحب ترخيص المقهى. هذا جميل. الموضوع ما أصبح موضوع غرامة بسيطة ممكن يتلافاها الواحد. صحيح. يعني صحيح. طيب نعم. المهندس مروان عبد الله المحمد، مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وإن شاء الله بتكون لنا في المستقبل العديد من المداخلات في العديد من المواضيع. شاكرين لك هذا التواصل وكل التوفيق إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم. يا أهلا وسهلا. يا هلا. إذن كل الشكر للمهندس مروان عبد الله محمد، وأيضا دكتورة حنان علي مبارك متواصلة معانا. ما نطلع فاصل مستمعينا، في عندنا مجموعة كبيرة من المداخلات والمسجات ما ناخذها بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذا موضوعنا اليوم وملفنا الطبي يتحدث عن التدخين. التدخين معروف يسبب الأمراض الخطيرة، فلماذا يباع؟ هذا موضوع خاص بالدوام للأطفال، ما للطلبة عفوا، وفي موضوع مال السكري. انزين، عموما الطريقه الانسب لترك التدخين، وهل يوجد دواء للمساعده على الاقلاع؟ كانت اظن انت تحدثتي عنها خلال مداخله المستمع حكمت. انزين، ونذكرهم دكتوره بارقام العيادات اللي ممكن يتوجهون لها. في عندنا مداخلات، تبغون ناخذ مداخله؟ طيب، اللي يبغي يتواصل مع عيادات الاقلاع عن التدخين، مركز البرشه على الرقم 0452-3300 أو 502-3302. هذا يوم الثلاثاء الصباح يتوجه إلى مركز البرشة. مركز الطوار متى العيادة تكون؟ يكون يوم الأربعاء المساء أو الخميس الصباح. الأربعاء المساء والخميس الصباح، وممكن يتواصل على رقم 5022-1001 أو 5022-1002. ومناخذ نادر، وبعدين ما نقول لكم مركز البدع متى يكون موجود. مرحبا يا نادر. يا هلا وسهلا. يا هلا، تفضل نادر، اختصر لي عشان أنا الفقرة الأخيرة شوية أمشي على السريع لأن الوقت يمشي بسرعة. طيب، أنا من المدخنين الشرهين. أفا. يعني أنا هاي المصيبة، أنا عايز أتخلص من التدخين بأي وسيلة من الوسائل. جميل. يعني أنا تقريبا بدخن حوالي يمكن 60-70 سيجارة في اليوم. مالبورو. وهو النيكوتين فيه زيادة. أيوة. أنا عارف وفاهم. بالإضافة لكمية شرب من القهوة على الشاي الأحمر. جميل. وين ساكن أنت نادر؟ في الشارقة. في الشارقة. زين، يعني أقرب مركز ممكن يتوجه لدكتورة مركز الطوار. زين. عندك بطاقة صحية. طوار دبي. طوار في دبي. انزين، انا اقول لك عشان تواصل معانا في الغبيبه. في الغبيبه. أي. ما في، كان في مركز زمان في الغبيبه، هذا بيكون اعتقد مع وزاره الصحه. مع وزاره الصحه. اي اوكي. انا بس دكتوره الطوار. اذا عنده هو بطاقه صحيه ممكن يروح على مركز الطوار ويتواصل مع عيادات التدخين اللي موجوده في المركز. عنده بطاقه صحيه او عندي بطاقه صحيه وزاره الصحه موجوده. لا، بطاقة صحية لهيئة الصحة. عندك تأمين صحي؟ أنا من مقيمي الشارقة. عندك تأمين صحي؟ بسوي تأمين صحي، ما مشكلة. زين، سوي تأمين صحي وتعال لنا على عيادة ترك التدخين في البرشة. طبعا أنا بأضيف، إذا ما عنده بطاقة صحية أو تأمين صحي، عندنا باقات الإقلاع عن التدخين. باقات الإقلاع عن التدخين عبارة عن 4 زيارات. طبعا الأربع زيارات هاي بتكون على 3 شهور، مدى 3 شهور، بالإضافة إلى فحوصات اللي نعملها، اللي هو أول أكسيد الكربون اللي اسمه كلايزر، زائد فحص لوظائف الصدر اللي هو الفحص الشامل، هذا بالإضافة إلى تخطيط القلب وبعض فحوصات الدم والاستشارة بشكل عام. لها مبلغ مالي ممكن يأخذ الباقة بشكل عام، هذا لو ما عنده لا مبلغ رمزي. مبلغ رمزي طبعا، هذا كله كباقة يقدم للمتعاملين اللي جميل. ما عندهم بطاقة صحية. جميل. بالنسبة للمسجات اللي جايتني على موضوع السكري، أشواق قيديهن كلهن، لأن باكر بنتكلم عن هذا الموضوع، وحاولي منحاول نتواصل مع دكتور علي السيد في هذا الموضوع، لأنه موضوع بسيط واضح يا جماعة الخير. الجهاز هذا يصرف ولا يمنح،
يصرف على حسب وصفة طبية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني الدولة. هذا عيسى أحد الأشخاص اللي حابين يستفيدوا من هذا الموضوع. عموما في عنا بعد مداخلات ولا حولوا لي إياها خلونا نسمعها. ألو ألو يا هلا. السلام عليكم. يا هلا تفضل. بس بغيت اتعرف عليك اول. نتعرف عليك. نعم؟ نتعرف عبدالله عليك عبد الله سالم. عبد الله تفضل يا عبد الله. يا هلا. بخصوص بس عن التدخين يعني برامج و يعني اشياء اللي يخلي يخلي حد يعني يبطل عن التدخين. عبد الله تدخن انت ولا؟ أنا كنت أدخن. كنت تدخن وتركت؟ أدخن نعم. خبرنا عن تجربتك باختصار عبد الله كيف تركت و... باختصار إرادة. ممتاز. إرادة. طبعا هذا أهم شيء في الموضوع كله. صح. إرادة إرادة هذه البرامج أدوية وكذا كورسات إذا الشخص ما عنده إرادة بلاش يعني كأنه نأذن في مسجد يعني مهجور. صحيح. صحيح هذا صحيح. الكلام اللي قالته يعني الدكتورة يعني أنا اليوم تركت التدخين عندي باكيت حطيته عند الباب زين وقلت خلاص أنا ولا أنت خلاص من يوم ما أبغي وفيه داخل يعني فيه باخذ الصلوب يعني صح السجاير وسميت يعني فترة موجود الباكيت لين اليوم يعني الحين تقريبا 11 12 سنة أنا وقفت الجدار. ممتاز يعني تدخين. شكرا لك عبد الله على مشاركتك معنا على هذه التجربة الجميلة وهذه طبعا التجربة. أهم شيء في الموضوع كله الإرادة. أنا بقول لك هاي التجربة ليش الموضوع اللي سواه عبد الله هو نفس الموضوع اللي أنا سويته في عملية ترك التدخين. أنا كنت أدخن مدواخ ولما قررت إني أنا أترك دكتورة حطيته قدامي وخليته قدامي تقريبا 3-4 شهور والمدواخ قدامي يا أنا يا هو. انزين انت تقضي عليه او هو يقضي عليك. دكتوره كان موضوع وايد بسيط انا اقول لك يا يمكن درجه ادماني ما كانت عاليه عشان شيء ما لا يعني صداع ولا يعني كذا هي المساله كانت بعض السلوكيات اللي انا كنت امارسها في حياتي وكانت مرتبطه بالتدخين لدرجه اني اوقف على الاشاره زي ادور هذا اتذكر لا انا قررت اني اترك التدخين فمشيت على هذا الإطار. يا جماعة الخير موضوع وايد بسيط وأنا أشوفه نفسي دكتورة أكثر من أن إدمان تبغ وهذا وأنت ذكرت أن إدمان التبغ يعني ممكن الواحد يعالجه بشكل أو بآخر. في عنا مداخلة بعد ولا؟ طيب طبعا كسر الروتين وايد مهم مثل ما أنت ذكرت أنه ارتباطه بسلوكيات معينة فأنت إذا غيرت الروتين اللي أنت متعود عليه فيكون في شوية نوع من الإمبالانس ولا غيرت شيء دكتورة السلوكيات اللي أنا أسويها هي ربعي أي لصيام مدخنين أقعد معاهم يعني بس أنه التدخين السلبي هو التدخين السلبي يكون هذا بشكل مباشر وغير هذا لكن عموما إني أنا أنهم يدخنون قدامك هذا أهم شيء بس خليه يدخن قدامي بس يقول لي تبغي تدخن كذا أقول له لا ما أبغي لا هو المشكلة التدخين السلبي إن آثاره الصحية على الفرد كأنك مدخن صح هاي هي المشكلة هي هذه المشكلة عشان شيء لازم إنه تكون في اتفاق بينك وبين الأصدقاء إنه ما يدخنون فترة وجودك يعني جدا مهم حتى الحين في التدخين الثالث التدخين السلبي الحين التدخين سكند هاند الحين في عندنا ثيرد هاند الثيرد هاند هو عبارة عن المواد الموجودة في التبغ تكون موجودة على الثياب في السيارة إذا دخنت في السيارة أيوة في البيت في الغرفة أيوة إذا الطفل يا واحتك فيك أو هذا يأثر عليه لهالدرجة يعني فهاي يعني الموضوع مهم أنه وبعدين بعد فترة إذا قلت العزيمة أو كذا الشخص يعني يرجع يعني مرة ثانية أو يشتاق يرجع مرة ثانية للتدخين وخاصة فترات الرغبة في فترات يحس الشخص أنه صح ترك بس يحس أنه في رغبة أنه هذيك اللحظة يبي ياخذ سيجارة واحدة هاي الرغبات لازم الشخص المدخن يعرف كيف يتعامل معاها يحاول في هاللحظات عبارة عن ثواني يحاول يشغل نفسه بأي شيء خاصة إيديه يشغل نفسه مثلا يلعب بالكمبيوتر يلعب بالموبايل يسوي أي شيء حتى يشغل نفسه في هاللحظات حتى ما يرجع مرة ثانية لأنه لو بس سيجارة واحدة جربها من جديد يرجع للتدخين
من أول، لأنه في خلايا في المخ يسمونها خلايا الذاكرة، فيرجعك للإحساس القديم، يرجعك للسلوك القديم. هي هاي المشكلة. هذا مثل الخبر اللي قرناه في البداية إنه يسبب الانتحار وكذا، فممكن يدخل في يعني لأن خلايا الذاكرة موجودة، فممكن الشخص يرجع. صحيح. وحالات الريلابس احنا نسميه الحالات الريلابس او الرجوع نسبه يعني ما تقل عن 15%، وهذا شيء وارد. حتى لو الشخص فشل بمحاوله او محاولتين، مفروض ما يوقف عن المحاوله، يحاول مره ثالثه ورابعه وخامسه، لان هذا الشيء وارد. صحيح. اذا دكتوره بس نذكرهم، نحن ذكرنا مركز البرشه ومركز الطوار، ايضا في مركز البدع الصحي. اي يوم؟ يوم الاحد في المساء. الحين يعني الأحد البدع، الثلاثة البرشة، الأربع المساء، الأربع المساء في الطوار، والخميس الصبح في الطوار. مركز البدع على الرقم 404-508-1015 أو 508-1017. زين. ذكرتي دكتورة عن المداخلة جاهزة عندنا أشواق. خلينا ناخذ بس دكتورة شمسة بن حماد، أخصائية أول قطاع الرعاية الصحية الأولية، بتكلمنا عن برامج التثقيف في هذا المجال باختصار. مرحبا دكتورة. أهلين، مرحبتين. يا هلا دكتورة. دكتورة بس نختصر ناخذ البرامج اللي أنتم تسوونها في مجال التدخين، وشو تبغين تقولين في هذا المجال؟ طبعا نحن في قسم برامج خدمات صحة المجتمع نقدم الحملات التوعوية الصحية بأضرار التدخين من خلال رفع المستوى الصحي للمجتمع، من خلال طبعا ورشات العمل والمحاضرات التوعوية، المطبوعات، المجسمات اللي هي تبين أضرار التدخين، وبعد نسوي لهم في الحملات التوعية فحص أول أكسيد الكربون اللي هو الغاز السام اللي يستنشق المدخن طبعا من خلال هذا، ونشوف نسبته، وطبعا نعطيهم التوعية بهالموضوع. جميل. نعم. عندكم برامج كذلك في الكليات والمدارس دكتورة أعتقد في هذا المجال؟ نعم نقدم طبعا هاي الحملات في العديد من الأماكن مثل ما ذكرت أخويا، في المدارس وفي الجامعات، وبعد نفس الشيء نروح المؤسسات الحكومية ومؤسسات الغير حكومية، فيعني نروح يعني نحاول نوصل لكافة شرائح المجتمع، حتى في المراكز الصحية عندنا وأي مراكز يعني يطلبون منها بعد نروح ونقدم لهم الحملات التوعوية المختلفة. جميل. كلمة أخيرة تبغين تقولينها في هذا اليوم دكتورة؟ أتمنى اللي يعني الواحد المدخن يفكر في نفسه وفي عائلته وفي الناس اللي يحبهم ويحبونه. يا سلام، كلمة جميلة. بعدين مش الواحد، الوحدة بعد وياهم، يعني الحين السابع يدخلون صايرين ما أدري كيف. مشكورة دكتورة شمسة بن حماد، أخصائية أول وظني رئيس قسم برامج صحة المجتمع، صح دكتورة؟ نعم. أي. نعم. يعطيك العافية دكتورة، ومشكورين على برامجكم. تفضلي دكتورة. طبعا نحن نقدم العلاج مش بس يعني هذا عيادات الإقلاع عن التدخين للرجال فقط، للنساء بعد. فعندنا يعني تقريبا 95% من زوارنا في مراكز الإقلاع عن التدخين رجال، و5% نساء. طيب. وما شاء الله يعني نسبة الإقلاع ونسبة نجاح المراكز الصحية توصل إلى 15%، وهذا يعتبر على المستوى العالمي يعني. جميل. دكتورة يعني قبل يعني الوقت يداهمني، أبغي بس يعني شدتني مداخلة أحد المستمعين وقلتي إن هنالك بعض البرامج اللي أنتم تقدمونها كباكيجز لغير للمدخنين اللي يبغون يقلعون عن الدخان، لمن لا يملك بطاقة صحية أو تأمين صحي في إمارة دبي. طبعا هالباقات بتكون مدفوعة وعبارة عن زيارات للاستشارة الطبية، أربع زيارات، طبعا أربعة
الزيارات هاي بتكون على مدى 3 أشهر. طبعا الشخص اللي بيقلع عن التدخين احيانا اسبوع اسبوعين. بس نحن ليش نمدها ل3 أشهر وما فوق حتى نكون نتابعهم بعد الاقلاع عن التدخين؟ لانه خلال ال3 أشهر ل6 أشهر اللي بعد الاقلاع تكون جدا مهمه. جميل دكتورة، أنا الوقت داهمني، أنا بس أتمنى طلب بسيط، يعني إن شاء الله تأخذونه بعين الاعتبار والدراسة، أن حتى هذه الباكيجز اعملوها فري، إذا شخص يبغى يترك الدخان خلوه يجي وخلوه يترك الدخان. طبعا أكيد، يعني أنا عارف كله. أن السعر شو اسمه رمزي يعني. رمزي جدا، لكن بعد أحيانا واللي يدفع في السجاير يعني يدفع في صحته أحسن. بس مع أكيد. ذلك دكتورة يعني من باب التشجيع، من باب كذا، إن شاء الله يا رب يعني تأخذون قيد الدراسة، يعني أنتوا كيفكم، أنتوا أدرى بالوضع، فنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. التدخين يعني للأسف معظم المدخنين يدركون أخطار التبغ، يريدون الإقلاع عن التدخين من شأن الاستشارة والأدوية أن تزيد من فرصة نجاح محاولة المدخن الإقلاع عن التدخين أكثر من الضعف. أنا ما مريت عليكم العيادة على فكرة، وكانت هي مجرد قرار أني أنا اتخذته، لكن ما سولف معنا وقت. أوكي شكرا جزيلا، نلقاكم إن شاء الله. شو أسوي، المخرج يفتن علي، ما شيء وقت. عموما هذه تحيات مخرجنا الأستاذ عيسى سبيل، تحيات منسق عندنا أشواق مسعد، وكل الشكر للدكتورة حنان علي عبيد مبارك، طبيب استشاري قطاع الرعاية الصحية الأولية والمسؤول عن عيادات الإقلاع عن التدخين في قطاع الرعاية الصحية الأولية. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، تقبلوا تحياتي ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.